النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الاسم الحسن والفعل الحسن. إنسان يتفاعل بالخير إنه الخير يأتي. النبي صلى الله عليه وسلم يتي كتبن بوبراتيك avec bon parole. بعض الناس هدانا الله إياهم يتطير يتشائم، يعني لا يتوقع أن الخير يأتي، يتوقع أن الشر يأتي، كأنه يعرف الغيب. يعني من جمون كالاي جيد زود أبوي جيد نو زود توزو بانسي كي جي بيان بابو في نوفيزو زود بيباس توزو موفي. يعني في الصباح وهو خارج إلى العمل مثلا أو إلى السفر، إذا سمع مثلا صوت أكرمك الله حمار أو كلب، أو رأى طائر أسود مثل الغراب، أو انقطع الثوب أو النعل أكرمك الله، أو العين هذه كانت فيها حركة قليلة، أو الرجل كان فيها مثل الكهرباء قليلة اليسرى، يقول هذا اليوم غير جيد، أو في الصباح يلتقي بإنسان يعني هو أعور أو مريض أو أعرج، يقول أعوذ بالله هذا يوم شر. هذا التطير هذا شرك أصغر. هذه الحيوانات الطيور تعلم الغيب؟ وهذا يحدث كثير. المسلم لا يتطير، لا يتطير إلى المشرك المنافق. المسلم يبقى في تطير envers un mushrik ou bien un hypocrite. وبعض الناس هو يعني متردد الآن، يسافر أو لا يسافر، يتزوج أو لا يتزوج، ماذا يصنع؟ ينجمون يدوتي اسكي مو بوماي مو با بوماي او بيان مو بو فواياسي او بيان مو با بو فواياسي. ياخذ النقود ويرمي. إذا نزلت على الصورة لا يسافر، إذا نزلت على الكتابة يسافر. هذا من أعمال أهل الجاهلية. أو يضع هذا أسافر وهذا لا أسافر. ثم عندهم مثل الأنشودة أو نشيدة، يقول كذا كذا كذا، الذي ينتهي عليه يفعله. نعم نعم ما شاء الله تعرف. هذا كثير في المجتمعات، هذا استقسام بالجاهلية، عمل أهل الشرك. أو قال خذ وردة وتقول اتزوجها، لا تزوجها، أتزوجها، لا تزوجها. هذا من عمل أهل الجاهلية. هذا لا يوجد في الإسلام، بل يحرم في الإسلام، بل شرك. ما علاقة هذه الأشياء بتسافر أو لا تسافر؟ أنت تريد سفر، تصلي ركعتين، تدعو دعاء الاستخارة. وفي فياز وفي دي ركعة وفي دعاء استخارة. أما تنظر في حيوان، تنظر في طير، تصنع هذه الأشياء، النقود، هذا كله من الشرك. المؤمن دائما يتفاءل الخير، لا يتفاءل الشر. المسلم تزو يبزانا سو حب هاي لو ساكي بون. Non pas envers ce qui est mauvais.